يوم 27 من أكتوبر عام 1962 لم يكن كأي يوم في تاريخ البشرية، فالعالم كان على وشك الهلاك. كيف ذلك؟ شاهد الفيديو لتعرف. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سيطرت كل من أمريكا والاتحاد السوفيتي على العالم، وانقسمت الدول بين المعسكر الشرقي السوفيتي والمعسكر الغربي الأمريكي. لم يكن التنافس بين هاتين الإمبراطوريتين يشبه أي شيء شهدته البشرية من قبل. كيف لا؟ وكلاهما تملكان السلاح النووي، وقد يؤدي الصراع بينهما لدمار لم يشهده العالم من قبل. ومع بداية الستينات بدأت أمريكا نشر ترسانتها النووية بالقرب من الاتحاد السوفيتي، خصوصا في تركيا وإيطاليا. شكلت تلك الخطوة أزمة كبيرة للاتحاد السوفيتي، فالصواريخ الأمريكية تستطيع ضرب المدن السوفيتية الكبرى، لكن الترسانة النووية السوفيتية كانت بعيدة عن أمريكا. وعنى ذلك اختلالا في موازين الردع بين البلدين، وجاء الحل السوفيتي من خلال كوبا المجاورة لأمريكا. فكوبا الشيوعية تعادي أمريكا، وهي حليف قوي للاتحاد السوفيتي. وبدأ الاتحاد بنقل صواريخ نووية سرا لكوبا، ولم تكشف أمريكا مخطط الاتحاد السوفيتي إلا بعد فوات الأوان، بعد أن نصبت الصواريخ في أماكنها وأصبحت موجهة نحو الأراضي الأمريكية. بسبب ذلك فرض الرئيس الأمريكي جون كينيدي حصارا بحريا في 22 من أكتوبر عام 1962، الأمر الذي اعتبره الزعيم السوفيتي خروتشوف تهديدا بحرب نووية. الأسبوع الذي تلا التصريح لربما كان من أصعب الأيام في تاريخ الحرب الباردة، فمع رفض كوبا والاتحاد السوفيتي سحب الصواريخ تصاعد التوتر العسكري، فاستعدت الولايات المتحدة لغزو محتمل، وكان يوم 27 من أكتوبر هو الأصعب في الأزمة. فأسقط الروس طائرة تجسس أمريكية وقتل الطيار، وفي اليوم نفسه تعرضت غواصة سوفيتية تحمل أسلحة نووية لهجوم بقنبلة مضادة للغواصات، واعتقد طاقم الغواصة أن الحرب قد بدأت، وبناء عليه استعدوا لإطلاق صاروخ نووي على أمريكا. لولا رفض أحد قادة الغواصة، فعل الجيش الأمريكي أمر الدفاع 2، ويعني الاستعداد لحرب نووية وإطلاق مئات الصواريخ منها دفعة واحدة. لكن في الوقت ذاته التقى النائب الأمريكي العام سرا بالسفير السوفيتي، وبعد مفاوضات مكثفة وصلوا لاتفاق نص على سحب أمريكا صواريخها النووية من تركيا وإيطاليا والتعهد بعدم غزو كوبا، ومقابل ذلك سيسحب الاتحاد السوفيتي أسلحته النووية من كوبا. وبذلك انتهت أزمة كادت أن تتطور لحرب نووية، وكان الفضل في ذلك لقوة الدبلوماسية التي تفوقت على الحلول العسكرية. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.